السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبائي الكرام متابعين الزراعة. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الطماطم، وناس كتير بتبعت لي بتقول لي يعني إزاي نصوم عنها أو إمتى نصوم عنها المية أو نمنع عنها المية خالص. أنا اتكلمت يا جماعة، قلت أول ما يظهر فيها أي طماطم حمراء لو حتى واحدة بس بيظهر، عامة أول ما بتحمر بيبان فيها طماطماية أو اتنين بيبتدوا يلونوا. اول ما نلاقي اصهر طماطم حمراء معانا نحاول ان احنا نمنع عنها الميه خالص بالشكل اللي احنا شايفينه اهي، الشجره كلها يعني فيها طماطمايه او اتنين. هي كده في العمر ده خلاص انا منعت عنها الميه. وفي ناس بيقول لك طب لو رويناها ايه اللي يحصل؟ هي مفيش مشكله، بس الميه خلاص، ما هي ما دام حملت الطرح بتاعها، لو احنا عايزين نحافظ على الطماطم والحبايه تفضل معانا جامده وتفضل في الشجرة أي وقت يعني مدة طويلة، إن إحنا نمنع عنها المية. هي تشرب ومفيش مشكلة، بس هتضرب. يعني هنبص نلاقي طماطم ضربت معانا مع حرارة الجو والمية، هتلاقي طماطم ضربت معاك أو هتلاقيها طرية خالص. الحاجة التانية، بعض الزملاء برضو المتابعين بيتكلموا على بالنسبة للزهر اللي بيطلع في الطماطم في العمر اللي هو البدري، بيقول لك بيسقط. هي طبيعي يا جماعة، أول ما بتتشتل بعد 20 أو 25 يوم بنبتدي نلاقي فيها بعض زهرة كده، إحنا ممكن نشيلها عادي عشان ما تعجزش الشجرة، لأن الزهر ده ما بينفعش اللي هو في البداية. حتى في اللوف عندي برضه في جيزان دلوقتي بتطلع وبتنشف، لأن إحنا لسه في الحر، واللي بيطلع في بداية عمر الشجرة ده هو ما بيعتمدش عليه. ليها ميعاد معين بتظهر الزهر كله. شايفين الطماطم جامدة ما شاء الله، الشكل اللي انتم شايفينه جميلة. خلاص تفضل التربة معايا ناشفة، لأن زي ما انتم شايفين أنا مش زارع في صوبر، زارع في أرض مكشوفة، واللي انتم شايفينها دي يعني كلها شجرة ما شاء الله، وبتعمل معايا عرش. أنا ما بخفش منها ورق ولا بقضبها خالص، شايفين حجم الشجرة قد إيه. فالعرش ده هو ميزته الحلوه ان هو في الزراعه المكشوفه اللي زي كده، ان هو بيحافظ على الطرح بتاعها. وانا كمان يعني مش موليهم قوي، يعني لان انا اتكلمت قبل كده ان دول كنت جبتهم شويه شتل، حتى كسر، مش جايب شتل جلب او جايب بذور، ده انا جايبهم من مزرعه جنب مني كان مزروع السنه اللي فاتت وجبتهم زرعتهم. ده معانا برضو البتنجان زي ما احنا شايفين ده طويل، دول اللي انا جايبهم جرف فعلا، وما جبتش كمية كبيرة، ما جبتش صينية ولا حاجة برضه، انا جبت كام صيرة كده، لان انا بحب يعني البتنجان. وفي نفس الوقت المزرعة عندي مزرعة كلها فاصوليا، فمش عايز ان انا ازرع مساحة. احنا عارفين التوابل الجلب بتطرح كتير بالشكل الجميل ده هون. في ناس بيبيعوا شكل كسر كده، بس بيبقى طرحه بسيط، يعني بتجيب العنقود اللي انتوا شايفينه ده، هو بيبقى فيه برنجانة واحدة بس، ده ما شاء الله فيه يعني ما يقارب عن 10 وحدات زي ما انتوا شايفين اهو، في عنقود واحد ما شاء الله، وده لسه صغير. حتى الطرح اللي موجود برضه ماسك معانا اهو، الزهر العقد اللي فيه ده هو برضه كويس. الميزة الحلوة بقى في الجلب ان هو بيطرح كتير، ده اول حاجة. نحاول ان احنا لما نجيب شتل نجيبه جلب. وفي ناس بتبعد بيقول لك يعني البذور بتنبت بعد قد ايه؟ على فكره انا ما بزرعش بذور والله، انا يعني بجيب شتلات جاهزه من بيوت محميه متخصصه في زراعه الحاجات دي، بس بطهرها قبل ما اجيبها، قبل ما بشتلها بطهرها، احطها في اي مبيد عشان لو في فيروس. شايفين برضو معانا الزهر ده، الزهر اللي هو بنفس اللون ده كده، ده الزهر اللي هو الحقيقي اللي بيمسك معانا وبيقعد، بيبقى بنفس اللون ده كده ما شاء الله. جايب طرح ده معانا اللي هو الكبة، او بالشكل ده كلته. ده على فكرة لسه في البداية، يعني يمكن انا جمعت منه مرة او اتنين بس، ونحاول ان احنا ما نعطش، بس بالذات بتنجان ما بيحبش العطش عشان ما يبقاش حر ما دي ناكله،
ما بنعطشه بتلاقيه ممرر وبيعمل حرارة كده. فالمفروض ان هو لو احنا زارعين مساحة زي كده كل 5 ايام نرويه، ولو زارعين في سطل او زارعين في حاجة طبعا على حسب بقى المكان اللي هو محطوط فيه، اذا كان ظل او شمس هو لازم يبقى في ارض مكشوفة. حتى لو احنا عاملينه في سطل لازم يبقى الشمس تشوفه، ما ينفعش ان احنا نحطه في مكان ظل خالص، لان هيبص هنلاقيه سروت وعلي ومش هيجيب طرح معاك. دول لسه في البداية هو بالشكل اللي انتوا شايفينه الجميل ده، هو وجايبه طرح ما شاء الله كويس. الحاجة التانية ان احنا نحاول نجيب في رش برضه بيجي حشري، عشان لو في اي ديدان او في دود صغير كده بيطلع ياكل الساق بتاع الشجرة من تحت، ده شطة شطة باردة معانا هي دي على فكرة مش جلب. يعني لما جيت اجيب الشطة دي جبت صنيتين، جبت كسر وجبت الشطة الحراقة جبتها جلب. هنشوف الفرق ما بين ده وده، هنلاقي حتى الأرض مش سرح، هو كويس وما شاء الله وجاب طرح كتير، بس ما بيبقاش الأرض مد طول أو بيبقى عدل معانا، والطرح بتاعه برضه ما بيبقاش بكثرة. ده اللي احنا شايفينه في الورق ده على فكرة مش مرض ولا حاجة، ده من ناموس، لأن الحرارة زايدة جامد والناموس لما بيقف عليه زي ما احنا شايفين بيعمل فيه الاصفرار ده هو اللي بيشوفه يقول فيروس. وده بيجيله رش مفيش مشكلة حشري، أي نوع رش حشري هتجيبه هرش بيه. بالنسبة للبذور دي ما انصحش، يعني لو حد عايز يزرع ان هو يزرع بذور ويغلب نفسه، في بيوت محمية كتير او صوبة مش عارف انتوا بتسموها بقى ايه، البيوت المحمية دي بيبقى متخصصة في الشتلات ده، وعلى فكرة ده كتير خالص متوفرة في كل مكان، ان انت تجيب الشتلة جاهزة ومش غالية. يعني لو انت مش شرط انك تجيب صينية مثلا 200 شتلة على بعض، لو انت محتاج كمية بسيطة في برضه بيتباع عندك مثلا ربع صينية أو نصها على حسب ما أنت عايز المساحة اللي عندك. ولو أنت حابب تزرع بإيدك مفيش مشكلة، البذور ده هي عندي بتاع البذور موجودة برضه، وفي ناس بتزرع من الطماطم ذات نفسها وبتنفع برضه والله. يعني أنا شفت فيديوهات كتير بصراحة، يعني ناس بتعمل من البذور الطماطم ذات نفسها وبتطلع، بس هي يعني بتاخد وقت شوية والطرح بتاعها ما بيبقاش كتير. طبعا الأرض منها ما شاء الله جديدة بتطلع حشائش على طول، يعني كل 10 أيام بنضف الحشائش اللي فيها دي وبتطلع كتير. دي الشطة الحراقة معانا ما شاء الله جايبة طرح، يعني ربنا يبارك فيها. يعني الحاجات دي برضه لها ذكاء يا جماعة، يعني برضه مش شرط ان هو يقول لك ده شوية خضار وبتاع، لا الحاجة دي برضه ما يطلع منها تطلع منها لله، ربنا بيحصنها وبيبارك فيها. حتى لو جيرانك في البيت او اي حد من الاقارب وتديله من الحاجة ده، هي ربنا بيبارك فيها بصراحة يعني. وطبعا العالي ده هو ده ذرة انا كنت عامله في الفاصوليا وعامله في الفلفل والخيار كده، بحيث ان هو يضلل معايا برضه، لان الحاجات دي مزرعه متاخره شويه يا جماعه، كل ما بتخش على الحراره العاليه او الصيف بتتاثر جامد بالحشرات والجو اللي احنا شايفينه ده. هو ده معانا الخيار ما صورتهوش من يوم ما زرعته، هو على فكره بيشطب دلوقتي، يمكن حتى هنلاقي فيه البياض اللي انتوا شايفينه ده. هو وانا برش والله على طول، يعني كل 15 يوم او 12 يوم، يعني يريا وريا بجيب له رش مبيض فطري للبياض، لان هو اكتر حاجه بيتاثر بالبياض الخيار. طبعا برضه عامل ظل على البتاع على الخضروات اللي مزروعه برضه، بحيث ان يبقى فيه شمس وفيه برضه ظل في نفس الوقت، مع الشمس لما بتتحرك بيجي على الزرع برضه، يعني ايه ما يبقاش
الشمس مباشرة جامد عليه. والنهاردة بروي هون الري، طبعا بروي غمر بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، هون ما عنديش شبكة تنقيط ولا حاجة. وده عمره دلوقتي يعني الخيار معدى الشهرين معانا، يعني حوالي 70 يوم ولسه المفروض شغال. هو يعني المفروض في الوقت ده كده يتقلع، بس عشان انا كنت خادم التربة كويس. ده البياض بس طبعا ما بيترش، الورقة بتبتدي تنشف خلاص، نعرف ان المرض اللي فيه او الاصابة، يعني الرش اللي احنا رشناه جاب نتيجة معانا. نبتدي بقى الخلفة اللي طالعة جديد كلها بنلاقيها بالشكل ده، هو لونها اخضر ومفيهاش اي حاجة، كل الطرح الخلفة اللي طالعة جديد. وده انا بجمعه على فكرة والله يوم ويوم، يعني بجمعه النهاردة مثلا وبسيبه بكرة وبجمعه بكرة. دول حوالي 5 خطوط ما شاء الله، بيجيبوا لهم تقريبا من 40 أو 45 كيلو. والفاصوليا معانا برضو زي ما احنا شايفينها، هي هتاخد رية كمان، وبعد كده هنصومها على المية عشان نقلعها إن شاء الله. دي كلها طبعا المساحة كلها تحت اللوف معانا، وانتظرونا إن شاء الله في الفيديوهات القادمة. وما تنسوش الإعجاب والاشتراك في القناة لو عجبكم الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.